المؤمنون يشفعون. اللهم ارزقنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. لما المؤمنين يدخلوا الجنة ويقعدوا مع بعض كده يجتمعوا في الجنة يوم يقولوا أمال فلان فين؟ كان بيقعد معانا في الدنيا. يقولوا أخذ به إلى أمه الهاوية فيقولون هيا نشفع له عند ربنا. قال يا رب فلان كان معانا شفعنا فيه. فيشفعهم الله فيه فيخرجونه من النار ويدخل معه الجنة. تعالوا تعالوا نتواصى انكم لو دخلتوا الجنة وما لقيتونيش اسألوا علي. قولوا يا رب ده نفعنا يوم بكلمة فهاتوا معانا. تعالوا نتواصى. كل واحد يقول لزوجته لولاده والأحباب والأصحاب افتكروني في الجنة واشفعوا لي. ينفع اهو. بنص الحديث ان المؤمن هيشفع انه يطلع حد من النار. حقا يبين بتيسير وتنوير.